ونبقى في صلاح الدين، لكن هذه المرة من زاوية تكامل المصير بمواجهة التحديات. فقد احتضن قضاء بلد احتفالية بالذكرى السنوية لمهرجان الصمود، وذلك استذكارا للتضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء القضاء ضد داعش الإجرامي وتحرير الأرض من براثن الإرهاب. الزميل عبد الجبار مهدي والتفاصيل. فعاليات متنوعة في مهرجان بلد الصمود يحييها للمدينة كل عام. أهمية المشاركة بهذا المهرجان هو استذكار للدماء الزكية ووفاء للأرواح الطاهرة التي دافعت وناضلت وأوقفت المد الداعشي العبور للعاصمة بغداد. بعد تكاتف أهل المدينة وعضيدتها وجارتها الضلوعية تحقق النصر على خفافيش الظلام. نحتفل بذكرى السابع تحرير مدينة بلد وأطرافها. حقيقة هناك كان الدور فعال، اللواء الثاني، فوج السادس، فوج الخامس، وكذلك كل الفصائل المقاومة، المجاهدين الأبطال. وإحنا فخورين اليوم باحتفالية ذكرى السابع لمدينة بلد الألف شهيد. نحتفل جماهير محافظة صلاح الدين وقضاء بلد بالخصوص بالذكرى السنوية السابعة لتحرير محيط مدينة بلد. هذه المناسبة العزيزة التي يستذكرها أهالي بلد، وكلهم أمل وكلهم محبة بأن يعم الأمن والسلام في عموم العراق العظيم. هذه الذكرى والمناسبة العطرة التي نستذكرها اليوم مملوءة بالحزن لفقدان الشهداء، ولكن أيضا بالفخر والعز لما قدمت هذه المدينة من تضحيات. ألف شكر وألف تحية لدماء الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم، وشفاء للجرحى، والنصر لعراقنا العزيز. عروض مسرحية وفنية وثقافية امتزجت هذا المهرجان للفنانين والنحاتين والكتاب، أبدعت من خلالها وجسدت معنى الفداء وتضحيات الشهداء الجسيمة التي روت دمائهم الزكية أرض صلاح الدين. كل الفعاليات اللي موجودة في مهرجان بلد الصمود فعاليات متميزة، وهسه احنا حاليا في صرح معهد الفنون الجميلة بحلته الجديدة هذه السنة 2021-2022، ومثل ما تلاحظون هاي الأعمال الفنية هي نتاجات الطلاب، طلاب معهد الفنون الجميلة، إضافة إلى النحت. وكان هناك عرضا مسرحيا للأطفال كان مميزا، والطلاب اللي مشاركين به طبعا من معهد الفنون الجميلة. قامت عدة معارض بالفن، خاصة مهرجان يعني بلد الصمود اللي حضرنا به حاليا، وهو المهرجان الذي تم تنظيمه خلال أسبوع من العمل الجاد والمثمر. شارك فيه نخبة من الفنانين في منتدى شباب رياضة بلد أيضا، وتنظيم هذا المعرض في معهد الفنون الجميلة نتيجة لأعمال الطلبة ضمن مادة الإنشاء التصويري والفنون الأخرى. لذلك شاركوا أيضا نخبة من الفنانين من كلية الفنون الجميلة في جامعة بغداد. مهرجان بلد الصمود بلد العزة والكرامة، طبعا أهمية المشاركة تأتي من أهمية الحدث. أهمية الحدث هو تلبية النداء للمرجعية. هذا النداء أكد أنه ضرورة الوقوف بوجه الأشرار داعش الظلام لنصرة وحماية حرائر العراق وقدسية الأرض. أهمية المشاركة تأتي من الدماء الزكية التي سالت على هذه الأرض. تنوعت العروض الفنية والمسرحية والاستعراض العسكري للقوات الأمنية والحشد الشعبي، التي من خلالها سطرت قواتنا الأمنية والحشد الشعبي أروع ملاحم البطولة والفداء، واستذكارا لشهداء العراق وشهداء هذه المدينة. من قضاء بلد عبد الجبار مهدي، قناة صلاح الدين الفضائية.